كانت تضحيات خلفاء الله صلوات الله عليهم أجمعين، نوراً لدروب الرعية وحملاً وتحملاً لأعباء الرسالة عنهم. ومجمع تلك التضحيات كانت أحجار بناء لدولة العدل الإلهي التي ستقام في آخر الزمان، وأوفرها وأعظمها تضحية الحسين عليه السلام ذبيح عرش الله الذي فدى كل ما منحه الله ليتحمل عنا عبئا لا طاقة لنا به. يقول السيد أحمد الحسن: واعلم أن مصاب الحسين عليه السلام قد خفف عنكم الكثير الكثير مما لا طاقة لكم على حمله من ظلم الظالمين لتنالوا رضا الله سبحانه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لقد فدى الحسين عليه السلام دماءكم بدمه الشريف المقدس، وفدى نساءكم وأعراضكم بخير نساء العالمين من الأولين والآخرين بعد أمها فاطمة عليها السلام وهي زينب عليها السلام، وفدى أبناءكم بالرضيع، والإمام المهدي عليه السلام، وأنا العبد الفقير المسكين. أكثر خلق الله رقابنا مثقلة بفضل الحسين عليه السلام، ودين الحسين عليه السلام قد أثقل ظهري، ولا طاقة لي بوفائه إلا أن يوفيه الله عني. واعلم أن الإمام المهدي عليه السلام عندما يقول للحسين عليه السلام: لأبكينك بدل الدموع دما، يقولها على الحقيقة للمبالغة، وهذا لأن الحسين عليه السلام فدى قضية الإمام المهدي عليه السلام بدمه الشريف وبنفسه المقدسة، فجعل نفسه فداء لقضية الإمام المهدي عليه السلام، فهو ذبيح الله. أي كما أنك عندما تبني بيتا تفدي له كبشا، كذلك الله سبحانه وتعالى لما بنى عرشه وسماواته وأرضه جعل فداءها الحسين عليه السلام. وقضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية الله وخاتمة الإنذار الإلهي، وهي قضية عرش الله سبحانه وملكه وحاكميته في أرضه. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي بالحسين عليه السلام، والمفدى هو الإمام المهدي عليه السلام. فسلام على ذبيح السلام والحق والعدل. واعلم أن علي الأكبر عليه السلام ذبيح الإسلام، كما أن الحسين عليه السلام ذبيح الله، والحمد لله وحده.